بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دوما نستعين، ومنه نطلب العون والنجاح والسداد يا رب العالمين. انطلاقة شوط جديد، شوطنا التاسع والأول هنا أيضا يعتبر لأبناء القبائل، وشوط تاهلي للفائزين بالمركز الأول والثاني. هكذا متابعين الكرام ينطلق هذا الشوط. الشوط الأول يعتبر للخاص لأبناء القبائل والأربع كيلو مترات الحاضرة في هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة هنا في ميدان الأحباب، ميدان الذهب. مباشرة مع مقدمة الشوط، هناك من تتقدم في هذه اللحظات، الحاملة رقم 8 تتقدم، هناك أيضا صوغة وسعيد بن سويح بن سالم بن علوبة العامري. إذن 28 هناك الحاملة رقم 28 انتحار ومحمد بمخيت النوبي العامري المركز الثاني المنطلقة في هذه اللحظات مع المركز الثاني، وهناك أيضا صبا من تنطلق مع المركز الثاني والشريق بن محمد بن عدن الاكتبي. أما بالنسبة للمركز الثالث تأتي هناك أنيار ومحمد بن صالح بن حمد القمر النابت المري. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة يودة وهلال بن سعيد بن هلال الظاهري. أما بالنسبة للمركز الخامس المنطلقة في هذه اللحظات ملوح ومحمد بن راشد برويس الاكتبي. أما بالنسبة للمركز السابع هنا أيضا أو السادس تنطلق في هذه اللحظات الحاملة رقم 5 مياس محمد بن عتيق بن علي الاكتبي. أما بالنسبة للمركز السابع هناك أيضا المنطلقة هناك التغرود وسالم بن راشد بن غدير الاكتبي. أما بالنسبة للمركز الثامن هناك أيضا تتواجد صوغة وسعيد بن صويح بن سالم بن علوبة الاكتبي. هكذا هي نتيجتنا للتسعة المراكز الأولى المتقدمة، وناخذ للمركز العاشر هناك أيضا صوغة، وهناك أيضا حامل رقم 8 ما شاء الله أو 18 هناك سمر وسعيد بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي. يأتي هنا أيضا مع المركز العاشر العودة مع مقدمة الشوط، العودة مع المركز الأول. الله الله الله، هناك أيضا المركز الأول، هناك أيضا من تتقدم بهذا الأداء المميز. الله الله الله، الحاملة رقم 16 أنيار والمحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت. المركز الثاني هناك محمد قدمني، هناك الحاملة رقم 28 مع المركز الثاني تتواجد وتنطلق في هذا التحدي والمنافسة، انتحار ومحمد بن مخيت النوبي العامري. أما بالنسبة للمركز الثاني الله الله، هناك حفلة وعلي بن بطي بن واسل اكتبي. المركز الرابع هنا أيضا تنطلق الحاملة رقم 9 صبا والشريقي بن محمد بن عدن الاكتبي. المركز الخامس يصل شعار بن غدير مع المركز الخامس. تاتي هناك وداء أو تاتي هناك تغرودة وسالم براشد بن غدير الاكتبي. أما بالنسبة للمركز السادس المنطلقة في هذه اللحظات هنا تتواجد صوغة وسعيد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري. أما بالنسبة للمركز السابع تأتي هنا أيضا سلهودة وسعيد بن مايد بن سالم الاكتبي. المركز الثامن هناك شعار، وهناك شعار يتواجد مشاهدين الكرام، شعار سعيد بن سيف بن علي بن راشد الاكتبي. ما شاء الله يتواجد شعار في هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة، شعارات أبناء القبائل تتواجد هنا في هذه الانطلاقة وشوط التاهيل. الشوط الأول يعتبر لأبناء القبائل والتاهيل أيضا للمركز الأول والثاني. ما شاء الله هنا تتقدم في هذه الانطلاقة وهذا التحدي، هناك متابعين الكرام أنيار اسم جميل ومحمد بن صالح بن حمد
عبد القمر النابت يتقدم مع عنيار في هذه الانطلاقة. والمركز الثاني تتواجد متابعين الكرام في هذه الانطلاقة حفلة وعلي بنبطي بن واسل اكتبي. المركز الثالث هناك القادمة مع المركز الثالث والمنطلقة ما شاء الله شعار بن غدير يتواجد مع تغرودة، تغرودة أيضا مع المركز الثالث سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الرابع هناك 17 تحمل رقم 17 هناك عجيبة وعلي بن عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. عجيب أمرك عجيب ما شاء الله. تهانين أيضا مشاهدين الكرام. نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع 600 متر النهائية ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، على هذا الأداء المميز ما شاء الله. أنيار 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 ومحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري الضيف القادم من دولة قطر للمشاركة والتحدي. ولكن ما شاء الله هناك التواجد أيضا حفلة 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 من تحتفل في هذه اللحظات، حفلة من تنطلق مع المركز الأول ما شاء الله ما شاء الله. أنيار وحفلة، ولكن حفلة حفلة من احتفلت بالمركز الأول واحتفلت بناموس هذا الشوط. علي بن بطي، علي بن بطي بن علي بن واس آل اكتبي. والميتين رصيد أيضا سيارة. شكرا شكرا للأخوان في عربة النقل في العام شلالة شاهين المهيري. تهانينا تهانينا والناموس لمالك حفلة ولحظات الفوز ولحظات الانتصار. تهانينا والناموس لعلي بن بطي بن واسل اكتبي. المركز الثاني وصلت فيها متابعينا الكرام أنيار محمد بن صالح بن حمد القمرة. المركز الثالث تغرودة أيضا وصلت مع المركز الثالث سالم بن راشد بن غدير اكتبي. المركز الرابع وصل أيضا هناك بن دحروي العامري. والخامس أيضا بن دليوي الاكتبي. تهانينا والناموس لمالك حفلة من فازت في هذا الشوط وتوقيتها الزمني 6